ولمناقشة ملف الحرب الأوكرانية في ظل الدعم الغربي لكييف والإصرار الروسي على تحقيق هدفها من الحرب، ينضم إلينا عبر سكايب من روجينا بكندا الكاتب والمحلل السياسي منتصر البلبل. مرحبا بك معنا سيد منتصر. مرحبا بكم ولقناتكم الكريمة. حياكم الله. قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا اليوم في باريس لبحث احتياجات أوكرانيا خلال فصل الشتاء، وأوكرانيا تحتاج شيء الكثير، يعني أكثر من 800 مليون يورو كما قال رئيسها للبنى التحتية وغيرها. أمام هذا الواقع ماذا ستقدم أوروبا، وهل تستطيع بالفعل أن تخفف من هذه الأزمة؟ أولا تحياتي لكم وللإخوة المشاهدين ولقناتكم الكريمة وطاقميها. طبعا هناك صعوبات كبيرة حاليا تعاني منها أوكرانيا بالنسبة لمجال الطاقة، كلما يحاولون بناء أو إعادة ضخ الكهرباء وإعادة ترميم ما تم تدميره، يكون هناك دفعة جديدة من الصواريخ. تصميم روسي على طبعا على هدف يعتبر أنه هدف، طبعا هدفه فشل. أولا طبعا هناك احتياجات لأوكرانيا قد علق عليها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهو أول شيء وهو يطالب بإمداد أوروبا أوكرانيا من الكهرباء حتى تستطيع تعويض ما تضررت به، على الأقل خلال موسم التدفئة أو موسم الشتاء الحالي. هناك أيضا طلب آخر طلبهم منه الرئيس الأوكراني، وهو عملية إرسال بعثة دولية كما أرسلت بعثة إلى مراكز الطاقة أو إلى المفاعلات النووية الأوكرانية، وهي إرسال بعثة أوروبية للإشراف ومتابعة الأمور بشكل واقعي في مراكز البنية التحتية أو مراكز الطاقة الموجودة بأوكرانيا. والآن أوكرانيا تقريبا هناك مراكز بسيطة أصبحت ما يقارب 5000 مركز بسيط، وهو عملية خيمة كبيرة جدا يكون هناك متوفر فيها الغذاء والطعام في كل منطقة، ما يقارب 5000 في جميع أنحاء أوكرانيا أصبحوا مقيما، وهذه للتخفيف على الشعب الأوكراني من عملية انعدام الكهرباء وانعدام الأمور وتخفيفات بسيطة ممكن أن نعتبرها عملية معادة بسيطة. أما الطلب الثالث الذي طلبه الرئيس الأوكراني وهو عملية مساعدة أوكرانيا في شراء كميات كبيرة من الغاز، ما كميات كبيرة جدا، لأنه أوكرانيا بدأت تستخدم من الاحتياطي بعدم وجود الكهرباء، وعدم أصبحت أوكرانيا تستخدم الغاز الاحتياطي الموجود لها بكميات أكبر من المعتاد، وهي بحاجة إلى كميات كبيرة من الغاز لتعويض ولعملية الإمداد التي تفقده من الغاز الطبيعي، طبعا الغاز والفحم. أما أيضا طلب الرئيس الأوكراني ما يعادل من 50 مليون مصباح، وهو LEB، وهو مصابيح، وتكلم فيه الرئيس الفرنسي أن أوكرانيا بحاجة إلى هذه المصابيح كي تعوض الضرر الكبير أو النقص الكبير في عملية الأضرار التي تسببت فيها الغزو الروسي أو الصواريخ الروسية أو الطائرات الإيرانية لمحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية في أوكرانيا. هذه المصابيح لماذا بالضبط أستاذ منتصر؟ هذه تأتي مصابيح بشكل يعني مثلها مثل المولدات تقريبا، مثل المولدات ولكن لها تفاصيل وأمور تستطيع التعويض مثلا بمناطق محددة، وهي تستطيع أن تضيء مناطق محددة، لا تستطيع أن تضيء طبعا مدينة كاملة، وهي مجهزة لمناطق محددة، يعني ممكن أن تضيء مثلا شارع أو شارعين أو حي تقريبا، وهذه الأحياء يمكن أن تعوض فيها، تعتمد على هذا المولد أو هذه المصابيح التي قد تستخدمها، وهي بحاجة إلى كميات كبيرة، وقد طلب الرئيس الأوكراني ما يعادل 50 مليون. نعم. طيب، هناك مطلب آخر دائم، هو ليس فقط في اجتماع اليوم، بشكل دائم كان هناك مطلب بمنظومة دفاع جوي باتريوت، ولكن أمريكا والغرب تأخر كثيرا في تحقيق هذا المطلب لأوكرانيا وترك تأثيرا كبيرا. برأيك لماذا التأخر في تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ؟
طبعا هناك البيروقراطة، كلنا نعرف أن البيروقراطية بشكل عام أو عملية تحتاج إلى موافقات كبيرة. في أمريكا ليس الرئيس الأمريكي فقط هو من يوافق على إعطاء، ولكن رئيس البنتاغون لوستن أيضا يعطي إعطائه الموافقة. وهناك طبعا نحن نعرف الجمهوريين والديمقراطيين، وهناك من في طرف أوكرانيا والآخر أو في طرف ضد إمداد أوكرانيا بيد، وهذا هو يعني السبب الوحيد لتأخيره. ولكن حديثا علق رئيس البنتاغون أو الرئيس الأمريكي أو الهاي أنهم في المراحل الأخيرة وأصبح الأمر جاهزا لعملية نقل الباتريوت إلى أوكرانيا. لا أستطيع التحديد كم سيكون هناك أنظمة، ولكن ما أعرفه جيدا أنه أصبح القرار نهائي واتخذ القرار بنقل باتريوت إلي، إما بشكل مباشر عن طريق أمريكا أو عن طريق أحد الحلفاء، ممكن عن طريق أحد حلفاء أمريكا. وطبعا هناك تقريبا لامبارد، ألمانيا تمد أوكرانيا بسلاح دفاع جوي أيضا فعال، أيضا جدا فعال، ولكن كميات قليلة. هناك 3 أنظمة، وتحتاج أوكرانيا أيضا إلى 4 أنظمة كمان لتستطيع أن تغطي. الآن عملية إسقاط الصواريخ أو الطائرات المسيرة بهذه الأنظمة تعادل ما 70% أو 80%، ولكن لا تعادل 100%. والأوكران يحتاجون إلى نظام باتريوت حتى يغطون مساحة أوكرانيا بشكل عام، ويستطيعون حماية البنية التحتية تبعهم والطاقة حتى يستطيعون 100% إغلاق المجال الجوي الأوكراني. وباتريوت قادم على الطريق، وصلتني معلومات 100%، هذا ما أعرفه. الإدارة الأمريكية أعطت الموافقة على باتريوت إما عن طريقها بشكل مباشر أو عن طريق حلفائها، ولكن العدد لا أعرف، لا أستطيع يعني معرفة العدد بالضبط كم. قبل ذلك وقبل أن يصل باتريوت كما تتوقع سيد منتصر، هناك تحليلات تذهب إلى أنه سيكون لفصل الشتاء كلمة الفصل في هذه الحرب. ربما تقوم روسيا بعمليات، وبالإضافة إلى أزمة الشتاء وما يخلفه من أثار قاسية على المواطنين وعلى القوات الأوكرانية نتيجة نقص الطاقة والغاز وما إلى ذلك، هل تتوقع تطورا ما في هذه الحرب خلال الشتاء؟ طبعا هناك رواية روسية طبعا تم إذاعتها بشكل كبير جدا، أنه سوف يقومون بهجوم معاكس كما قاموا بهجوم 24/2 في عام 2021، وهذا يحتمل أن يكون في شهر 1 أو شهر 2. وهي عملية، لماذا هذه العملية حصرا؟ لأن الطبيعة الآن لا تعطي مجالا لأي فريق من الفريقين أن يقوم بأي عمل هجومي عكسي. فهناك الأرض مليئة لا تسمح لهم، هناك أمطار غزيرة جدا، هناك عدم تحرك للآليات العسكرية، إعاقة كاملة، يعني الطبيعة لا تسمح أبدا أبدا. فقط عندما يكون هناك تجمد قد ترتفع درجة الحرارة إلى 15-20، تصبح الأرض صلبة، يستطيع بعد ذلك المعدات العسكرية التحرك. أما بالنسبة لروسيا، هل تقوم ما تقوم؟ لا أعتقد أن روسيا لديها الإمكانيات للقيام بهذا، فهي تركز حاليا على بخموتا، على منطقة بخموتا وأيديفكا الموجودين في دينيسك، وتحاول أخذهم بأي طريقة، ولكن هناك صمود رائع جدا للجيش الأوكراني وخسائر فادحة للجيش الروسي، وتحاول تجميع كل قواها على هذه المنطقة. أما بالنسبة لبيلاروسيا، الأخبار غير صحيحة، لا يوجد هناك تحرك في بيلاروسيا باتجاه الحدود الأوكرانية، أثبتت هذه المخابرات العالمية والمخابرات الاستخباراتية العسكرية الأوكرانية، ثبتت من خلال المعلومات الأكيدة أن هناك تحركات خفيفة فقط، ولا يوجد تحركات قد تؤدي إلى أي هجوم عسكري من جهة بيلاروسيا. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ منتصر البلبل، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب.